هذا النهار هذا المهم قبل ما نبدا هضرات نهار زوين في زاد السيريسا وكان في واحد المنتزه شوف الطبيعه كبيره حاجه زوينه الناس بزاف الناس ما دايرهاش الماسك قلال اللي بغا يدير الماسك يدير الماسك ما يديروش المهم صحيح واحد النهار بغيت واحد الحاجه بغيت نتكلم عليها هو الجاليه المغربيه في امريكا والناس كتسعى بزاف والناس كتطلب يعني ما يمكنش واحد الانسان في امريكا اللي فيها 75% ديال الاموال العالم كامل محطوطه في هذه البلاد وكتلقى بنادم تيسعى وتيطلب وتيقول لك محتاج للمساعده يعني نقدروا نفهموا انه واقيلا ما عندوش اوراق الى ما حالته ماشي حالته الصحيه ماشي نورمال اتس فاين يعني اذا كان مريض اتس اوكي وكتلقى واحد صحيح برجليه بيديه بكلشي ديالو الدماغ ديالو تيطلب وهذا اللي تيطلب في امريكا وما قدرش انه يبني راسه في هذه البلاد فيه مشكل كبير يعني علاش كنلومو المسؤولين المغاربة وكنلومو النظام المغربي بلا ما حنا المغاربة كيجيو هنا وكيطلبو ويسعو وكنعرفو أن في أمريكا يمكن واحد يتسنى يقدر غير يسوق غير طاكسي يدخل مثلا كاينين شركات بحال وولمارت بحال وولغرينز بحال أمازون تيبغيو خدامات تيقلبو عليها تيجي تيقولي تيجي المساعدة بغيت لي ساعدني ما عنديش بغيت نبيع الذهب تكون غيشريها مني وهاد المسائل هادو ولات كتطرح بزاف ما عرفناش واش غادي نتيقو الخراس لانه اهل جاليه ولا هاد الناس هادو اللي كيجيو امريكان وكيطلبو هما اللي تيهينو الجاليه من فضلكم ان هادي مسعايا وهادي جيتي هنايا خدم طرق الابواب حاول تقرا حاول توصل بينما ما قدرتيش خاصك ترجع لبلادك هذا هي الحقيقه